محمود. ايه في ايه؟ عارفه الست اللي كانت بتكلم مستر مبروك كانت بتقول له ايه؟ ايه؟ كانت بتقول له لو ما جبتش الحشيش مش هنرجع لك مراتك. حشيش؟ يا بسبتي مخدرات؟ لا بقى، تيجي معايا الشرطه وتقول لهم على كل اللي سمعتيه بودانك. معقول يا طنط رموز؟ معقول انا هبلغ عن مستر مبروك؟ ما تبلغيش عنه ليه يا حبيبتي؟ على راسه ريشه ولا كان على راسه ريشه يعني؟ تيجي معايا الشرطه وتقول لهم على كل اللي سمعتيه بودانك. ارجوك يا طنط رموز تقدري موقفي، انا موقفي بايخ قوي. بايخ؟ لا يا حبيبتي مش بايخ ولا حاجه، مش انت اتصنت عليه وسمعتي كل الكلام ده تقوليه بقى؟ بصي بقى، انا هطلب البوليس ويكون لغايه عندك هنا اهو ويقرروكي زي ما هم عايزين، فاهمه ولا انت خايفه بقى تقولي الحق؟ خلاص انا هقول اللي سمعته. حرام حرام كل اللي بيحصل لي ده. على فكره في ضابط بره جاي يقبض عليك. والله العظيم؟ اه والله العظيم. انا حاسس انك فرحان انه هيتقبض عليا. بقول لك ايه، انا لسه واخد علقه دلوقتي من رموز الحياه ما ياخدهاش حرامي جزم. مش ناقصه علقه في اسام. حقها مش بنتها مخطوفه؟ جت كسر حقها. انت معايا ولا معاها؟ ما تقلقش. طب اتفضل دلوقتي يكلم الضابط او ابعت له حد عشان ما حدش يرخم عليا، ولو سمحت تبعت له حد قبل ما اروح القسم مش بعد ما اروح القسم. العصابه لها عيون في كل حته، جايز مخبر، عسكري، امين شرطه، ما انت عارف ده اسم كبير وصعب السيطره عليه. لو حد حس ان احنا بنعاملك معامله مميزه هيفهم على طول انك معانا. انت اللي بلغت في التليفون ولا ايه؟ ايوه حضرتك. ايه الحكايه؟ انا هقول حضرتك، الوليه اتكلمت في التليفون وقالت لمبروك بص بقى هات الحشيش اللي عندك واحنا نديك مراتك، وكنزي بقى اتصنتت على المكالمه كلها وسمعت كل حاجه. قول له يا كنزي. وطبعا مبروك ده هربان دلوقتي. لا هربان ايه؟ موجود جوه. جوه فين؟ في اوضه النوم. يعني نقبض عليه كده عادي؟ ايوه طبعا اقبض عليه بسرعه يلا، بس عشان خاطري اساله الاول ودى بنتي فين؟ ودى بنتي فين؟ خش يا ابني انت، هو فتش البيت هدوه بسرعه يلا. بيت ايه اللي فتشه؟ خليك يا ابني في حالك وسيبنا نشوف شغلنا. انت مبروك شحاته؟ مبروك. ايوه اتفضل معانا. طب ممكن اغير هدومي؟ غير واحنا واقفين. حسن شكلهم ما يطمنش. ما تقلقش يا مبروك روح معاه. ازيك يا كنزي؟ مالك وجهك اسمر ومخطوف كده ليه؟ مصايب يا طنط بسمه. طب احكي لي في ايه؟ يعني هتفضل مصر على اقوالك يا سي مبروك؟ طب انا اغير اقوالي ليه يا فندم؟ بس بسمتي شفت اللي حصل لي؟ ايه اللي حصل لك ده يا حبيبي؟ معقوله اللي حصل ده؟ مين البايخ اللي عمل فيك الفصل ده؟ حشيش؟ هو انت ليك في الحشيش برضه يا حبيبي؟ صوري الحشيش قال. امال مين اللي عمل فيك المخرز ده؟ اكيد حد من صحابك. ايه يا اختي؟ انت داخله بيتكم ولا ايه؟ انا اسفه قوي يا فندم، انا اسفه قوي اني ما زلمتش على حضرتك. اصل كنت مخدوده قوي على كوكي. اصل كوكي ده انسان محترم ومهذب وملوش في الحاجات دي خالص. انا اسف يا حبيبتي ان انا سبتك في الجزمه مقطوعه كده وما قدرتش اجيلك. وانا قاعده في الجزمه يا حبيبي افتكرت الاغنيه اللي بتقول في الركن البعيد الهادي في نفس المكان في النادي وانا مستنيه حبيبي عليا. وانا هنا كمان في القسم افتكرت الاغنيه اللي بتقول ياما جوه الدولاب مظالين بيقاسوا حالتهم طين. انت مشتاقه لك قوي يا حبيبي، كان في كلام كتير قوي 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 عايزه اقوله لك. قولي يا حبيبتي، قولي كل اللي عايزه تقوليه. يا حبايبي اجيب لكم اتنين ليمون. سكر خفيف يا فندم عشان الدايت. جرايه يا اخوان انتوا ايه؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ؟ هو انا مش جايباك عشان تتكلم ولا ايه؟ صديق برغوت المحامي. اهلا وسهلا. حضرتك حاجز الاستاذ مبروك ليه يا فندم؟ انا على حسب معلوماتي ان حضرتك رحت الفيلا وفتشت وما لقيتش اي حاجه. يبقى كده حجزه غير قانوني. وبعدين يا فندم مش معقول لمجرد مكالمه تليفون مجهوله تحجزه.
اظن يا استاذ برغوت ان انا من حقي احجزه اشتباه ولو يوم واحد. اي خدمه تانيه يا استاذ برغوت؟ شكرا. حضرتك هتحجزه؟ كوكي ده مدرس محترم ودي شركه تصدير واستيراد. دي بهدله يا فندم. كوكي مش وش بهدله. بقولك ايه يا ستة، اسمك بسماتي ولا بسملة؟ انت خنقتيني، اطلعي بره بره يا فندم. سيبها معايا شوية. تحب سعادتك تقعد هنا على المكتب ولا على البار؟ خلاص يا فندم ما تزعلش نفسك. معلش يا بصبص، نتقابل في أي حتة تانية. هتوحشني يا حبيبي. انت رايح فين يا مجنون انت؟ أوصلها يا فندم ما يصحش. تعال اطلع هنا. طب اتكلي انت على الله يا حبيبتي. بصبص تكير. معلش يا مبروك. استحمل شوية، الإجراءات لازم تاخد شكلها الطبيعي عشان محدش من العصابة يفقسنا. بحبك موت، واه نفسي أقولك على اللي جوايا ولو طار. انت كمان بتغني يا أخويا؟ آه يا فندم، ده أنا صوتي حلو أوي، تحب أغنيلك؟ يا سلام. هقولك يا ظابط يا أبو النجوم، لو حبستني ملوش لزوم، ولو جتني من أوضة الصالون هدخلك من أوضة النوم يا ظابط يا أبو النجوم.